معكم عز ومنقل. طبعا يا حبايب راح نتكلم عن الفرق بين المكان الحلو وبين المكان الكئيب. المكان الحلو يختلف عن المكان الكئيب، يعني الفرق انك لو رحت مكان حلو اولا هترتاح نفسيا، ثانيا مزاجك راح يكون حلو، ثالثا راح ترتاح نفسيا وتطلع من القرف اللي انت فيه وتطلع من جو القرف اللي انت فيه. المكان الحلو ينسي لك همومك واحباطك والهموم والمشاكل كلها، وهكذا هي الاماكن. المكان الحلو. المكان الكئيب انك لما تروح فيه تقعد في مكان، اي مكان، مكان كئيب يعني مثلا مكان مثلا مش حلو، لو رحت مكان كئيب راح يزداد عندك الضغط والسكر، وثاني حاجه راح يزداد عندك الهموم والامراض والبلاوي، يزداد عندك الهموم والاحباط والقرف، يزداد عندك كثره الاحباط. فهذا هي الفرق بين المكان الحلو والمكان الكئيب. انا اشوف ان افضل يعني من الصحه النفسيه ان افضل انك، وكررت في الفيديو السابق، انك انت تروح مكان حلو لكي تنسى همومك وكي تنسى الهموم والاحباط. هتقعد في مكان كئيب راح يزداد عندك الكآبه، هتقعد في مكان كئيب راح يزداد عندك الهموم والامراض. فلا بد انك انت لازم تروح على الاقل لو مره واحده في الاسبوع او في الصح تعمل لك قعده حلوه في مكان حلو وتغير نفسيتك. وهكذا هي الاماكن الحلوه. هكذا المكان الحلو وقعدة حلوة في مكان حلو يساوي نسيان الهموم والإحباط. وهكذا هو الفرق بين المكان الحلو والمكان الكئيب. وأتمنى لكم فرصة سعيدة وشكرا.